أزاح الرئيس الإيراني محمود أحمدينيجاد الستار عن مقاتلة صنعت محليا واستخدمت فيها تقنيات متطورة وسميت قاهر 313. وقال وزير الدفاع الإيراني على هامش مراسم إزاحة الستار إن الطائرة تمتاز بقوة هجومية فائقة وزوايا رادارية صغيرة وقدرة على التحليق والقيام بعمليات حربية بارتفاعات منخفضة للغاية، لافتا إلى استخدام مواد متقدمة في هيكلها وأنظمة إلكترونية معقدة، كما أنها تمتلك القابلية على حمل أسلحة متطورة مصنعة محليا. وأضاف أن هذه الطائرة لديها القابلية على الطيران والهبوط باستخدام مدارج صغيرة وصيانتها بسهولة.